ازيك يا نجوى؟ ايه ده يا لبنى، انا بقالي مده طويله مش بشوفك في الجيم خالص. ايه الحكايه، انت بقالك فتره ما بتجيش. اصل انا كنت متقوقعه، او تقدري تقولي كده مكتئبه. لا لا لا، ده كده الموضوع شكله كبير قوي. استني بقى اخلص تمريني وبعدين احكي لي كل حاجه. بعد ما خلصنا التمرين قعدنا بقى في اوضه الساونا نتكلم. كان الجو طبعا سخن جدا، مناسب للاحداث الساخنه اللي هتقولها لي، اللي مرت بيها الست لبنى وخلتها تكتئب. الحكايه بدات من سنين طويله لما اشتغلت لبنى في شركه كبيره، ورغم انها كانت موظفه شاطره جدا الا ان ربنا كان رزقها بمدير، اعوذ بالله. اصل المدير الحلو رزق، وانت ورزقك بقى. في مدير يكون معاد مروحك الساعه 2 تلاقي نفسك تقعدي لحد الساعه 9 وعلى قلبك زي العسل، لان مديرك بيقدرك ويقدر شغلك فتديله عينيكي. مدير تاني بقى ربنا يرزقك بيه، تبقي رايحه الشغل كده رجل ورا ورجل قدام من كتر ما انت مش حباه ولا حابه الشغل. والنوع التاني ده بقى هو اللي كان عند لبنى، كان يدخل الشركه والتكشيره ماليه وشه، اللي هو انا مدير يا بشر، انا مدير يا ناس، سلم. والتعامل رسمي قوي، مش زمايل في مكان واحد وحد اعلى من التاني في الوظيفه، لا لا، ده انت ما تعرفش تاخد من وقته كام دقيقه تتكلم فيها معاه على انفراد. لما تكون عايزه هتبعت له ايميل رسمي وهو يرد عليك رسمي، مش هتشوفه كده وجها لوجه الا وهو بيبلغك ان عندك جزم، عندك خصم، عندك مشكله. اول ما يطلب يشوفك اتوتر بقى وتقول استر يا رب، انا عملت ايه وانا مش عارف. وطبعا مفيش اجازات، عندك فرح افرح من جواك، مش لازم تروح. عندك حاله وفاه تعال عيط في المكتب ونجيب لك مناديل. عيان تتعالج بطريقه الصدمه، تلاقي الشغل اتضاعف عليك فجاه فنفسيتك تتوجع فتنسى الم جسمك. يا سلام، نظريه برضه. فرحان انك خلاص مروح البيت ترتاح، طب الشغل ده بقى مين هيعمله؟ انت تاخده معاك البيت او تسهر في مكتبك تعمله. لما كانت تيجي لبنى تعترض على المعامله دي كلها الغير انسانيه، يقول لها بابتسامه صفرة كده، الكلام ده للموظفين في الشركات التانية يا ست هنا، انما انت مش موظفه، انت بنت الشركه والشركه دي مامتك، يرضيك تزعلي مامتك؟ ده حتى تبقي موظفه عاقه. وعاشت لبنى تحت حكم المحتل ده، قصدي المدير، سنين كتير، 10 سنين مروا عليها كأنهم 50 سنة من تقلهم على قلبها، لحد ما جه يوم والمدير ما جاش. خير يا جماعة، ده عمر ما عملها، أتريت نقل لفرع تاني. وهنا أقام الموظفين الأفراح وليالي الملاح، وشغلوا الأغاني وكسروا وراه 100 قلة. والحقيقة إن الأخبار الحلوة ما وقفتش بس عند نقل المدير، لا لا لا، ده جه قرار بعدها على طول بتعيين لبنى المديرة مكانه. الموظفين كانوا فرحانين قوي، جابوا تورتة كبيرة واحتفلوا بيها، وهي قالت لهم اوعوا تصدقوا بقى اني مديرة وكده، لا لا، انا لبنى زميلتكو زي ما انا، اعتبروا بس ان مكتبي اتنقل من جنبكو، انما هو هيفضل بابه مفتوح ليكو طول الوقت، وايدينا كده في ايدين بعض زي ما احنا. وهنا حس الموظفين بان هم مرتاحين لاول مره، ونفسهم مفتوحه قوي على الشغل، والحماس في اعلى درجاته. بس بعد كام يوم بدات الدنيا تتغير شويه، مكتب لبنى ما بقاش مفتوح زي الاول، وبقت مش عايزه تقابل حد من زمايلها. عايز الاستاذه لبنى؟ اتواصل معاها بالايميل. الله، وبدأت لبنى أم ضحكة ما بتفرقهاش، اللي كانت تدخل تصبح على كل الناس، تدخل الشركة بوش خشب وراس مرفوعة ومناخير منفوشة، وبتقول يا أرض تهدي معليكي أدي. وشوية بشوية ابتدت تتحول شخصية لبنى لشخصية مديرها اللي فات، مفيش أجازات، مفيش أعذار، واللغة اللي بينها وبين زمايلها لغة الوعيد، التهديد، الخصم والجزا والعين الحمراء. فابتدوا زمايلها يضربوا كف على كف، بقى دي لبنى عشرة السنين؟ ازاي اتحولت كده؟ وحصل بالظبط اللي كان بيحصل مع المدير اللي فات، شوية واخدين موقف وكرهنها،
وشوية من الموظفين اللي بيحبوا يمشوا دنيتهم كانوا على طول يكلموها ويطبلوا لها على أي قرار تاخده، ويقولوا لها إحنا اللي بنحبك، الباقي دول بيحقدوا عليكي عشان أنت ترقيتي، وهم لأ لأ. ولأن لا فرح دايم ولا حزن دايم، الشركة قررت تصفي شغلها وقفلت وقعدت لبنى في البيت. مش ده اللي فاجئها على فكرة، اللي فاجئها إنها اكتشفت إن علاقتها اتقطعت بكل زمايلها اللي عرفتهم من سنين طويلة بعد ما بقت مديرة. حتى الموظفين التانيين اللي كانوا بيطردوها بحبهم ومكلماتهم وكلامهم الحلو ويا حبيبتي يا عينينا يا قلبنا بنحبك قوي قوي، دول كل دول اختفوا. وأتاريه كان حب المنصب مش حب ليها هي نفسها. واكتئبت لبنى بعد ما جرس الباب وجرس التليفون جالهم سكت قلبية من قلة الرن بعد ما كانوا ايه زن ليل ونهار. قلت لبنى اوحش حاجة في الدنيا لما الشغل ينسينا ان اساس العلاقات الانسانية قائم على الحب والاحترام قبل اي حاجة تانية، لان المنصب بيروح بيخلص واللقب كمان يروح وراه، بس احنا بنفضل احنا البني ادمين في وش بعض. عشان كده مهم قوي قوي انك لما تبقى في مكان فيه مسؤوليه ما تصعبهاش زي ما عمل فيك اللي قبلك. فهمتني؟ حصل خير. يلا.